الدراسة من أهم النقاط اللي دايما بحب نتكلم فيها، وبداية الدراسة بقى خلاص قربنا، أزمة البايع والشاري للمستلزمات المدرسية. طبعا انتوا شايفين أكيد زحمة غير طبيعية على كل يعني منافذ بيع الأدوات المدرسية والمكتبات، سواء المكتبات المشهورة أو غيرها. والحقيقة مع بداية الموسم الدراسي كل عام بنجد كل العائلات المصرية متمركزين حول محل يا إما الملابس القريبة منهم علشان يشتروا اليونيفورم أو الزي المدرسي لأطفالهم، أعمار بقى مختلفة وفئات عمرية مختلفة، الابتدائي والإعدادي ومنهم الثانوي ولسه بقى زي المدرسي، يعني على حسب بقى. أيضا كمان بنشوف يعني برضو تكدس حول المكتبات لشراء الأدوات الدراسية كشاكيل وأقلام وحاجات التانية اللي هي السبلايز دي كتيرة قوي اللي بيطلبوها من الأطفال، فبنلاقي زحمة كبيرة جدا في منطقة الفجالة مثلا، علشان منطقة الفجالة مشهورة جدا ببيع جملة وأسعار الهيئة، فالأسعار بتبقى مع أولى، فكل الناس أو معظم الناس كمان متوسطة الدخل بتتجه لمنطقة الفجالة، فهتلاقوها زحمة جدا جدا دلوقتي عشان يشتروا كل حاجة وكل احتياجات ولادهم على مدار السنة. في ناس بتحب تشتري الكشاكيل والحاجات دي بالجملة لأن بيشتروا عدد كبير بدل المكاتب الخارجية اللي بتبيع طبعا اليومين دول بأسعار عالية جدا. فيما يخص بعض أصحاب المدارس الخاصة واللي بيعتمدوا على شراء الجودة والماركات والحاجات اللي هي المعروفة والمشهورة، فهتلاقيهم بقى بيروحوا لمكتبات اللي هي في وسط البلد وفروع المكتبات المشهورة اللي احنا بنشوفها. في ناس كتير كانت بتقول اسعار الحاجات غاليه، وفي ناس بتقول لا احنا بنقدر نتحايل على الموضوع ده لما بنروح الفجاله او بنروح المناطق اللي بتبيع جمله. عموما احنا دلوقتي في موسم بدايه الدراسه كل سنه واحنا كلنا طيبين، وان شاء الله ربنا يوفق كل اولادنا في كل المراحل العمريه. ما عندناش يعني تقرير بالاسعار بالظبط، بس لو حد عنده اي تعقيب على موضوع ادوات المدرسه، عشان عارفه في ناس كتير بتبقى متضايقه من الاسعار شويه، يا ريت يبعت لنا، خصوصا من الناس يعني اللي بتحب تشتري بقى براندات وماركات والكلام ده. طيب نروح